أكشن. يا سادة قريش، ماذا أنتم فاعلون؟ وإلى متى السكوت على دعوة محمد بن عبد الله؟ يا أستاذ، إيه السيجارة دي يا أستاذ؟ مش إحنا بروفا؟ البروفا زي التصوير بالظبط. أنا آسف يا أستاذ. يا سادة قريش، ماذا أنتم فاعلون؟ وإلى مين العدمان الصدمان اللي قاعد مع سادة قريش ده؟ إيه ده؟ أنت بتعمل إيه عندك يا دياب؟ انت مالكش شغل هنا ومالكش شغل في الديكور ده خالص. انت شغلك مع المسلمين، ايه اللي جابك مع الكفار؟ اخلص واتكل على الله عشان مش فاضيين. لا مؤاخذة يا استاذ، انا عايز ابقى مع الكفار. هو مزاجك؟ والله العظيم ثلاثة يا استاذ، انا حافظ كل الكلام وجاهز على البروفا والتصوير. يا بني ادم ما ينفعش، ما ينفعش تبقى مع الكفار. بص لزمايلك، العز باين عليهم، غضب ربنا باين على وشهم، صحتهم كويسة. انما انت يا دياب، انت غلبان وطيب، علشان كده يا دياب المخرج اختارك تبقى مع المسلمين. ان كان على اللبس يا استاذ، هتقولي لبس كافر ونلبسه في نص دقيقه واحده، والكلام انا حافظه تمام 100 100. اعمل معاه ايه بقى ده؟ حد بقى يجي يفهمه عشان انا مش ناقص. جرى ايه يا دياب؟ جرى ايه؟ كافر ولا مسلم؟ يا ميتك مدفوعه. وبعدين حد يكره انه يعمل دور واحد مسلم؟ انا بحكي اسناوي، اتوسط لي عند المخرج بس، نفسي ابقى كافر. أبقى كافر مرة واحدة في حياتي، النهاردة بس، النهاردة بس، والله العظيم. دوري مع الكفار أحسن بكتير من دوري مع المسلمين. فرصة. وفهمت إنه ما ينفعش. يعني هنفضل على الحال ده كتير؟ طب أعمل إيه يا أستاذ؟ طب أنا ذنبي إيه؟ سايق عليك النبي يا أستاذ، أديني حلفتك بالغالية. أبوس إيدك، أبوس إيدك يا أستاذ، إديني الفرصة دي مرة واحدة في حياتي أطلع كافر، كافر. طب يا سيدي، اتفضل روح البس كافر. دقيقة واحدة وتكون هنا، أنا مش ناقص عطر، اتفضل. بص دقيقة. بسرعة يا دياب، مش عايز اسمع صوت هنا. هل تعرف الممثل ده احمد اسلامي؟ ده مش ممثل، ده كومبارس بيطلع في كل الافلام والمسلسلات. مرة يطلع غلبان، ومرة حرامي، ومرة لئيم، ومرة كمالة عدد، لكن المرة دي مش عارف ماله. طب هما الكفار بياخدوا فلوس أكتر؟ لا. طب هو هيروح بالهدوم دي بعد التصوير؟ برضه لا. ازيك يا حاج اسناوي؟ اهلا يا سرده. انا جاي بقى وعشمان فيك عشم كبير قوي. طرح الواد اخويا يوم الخميس الجاي، وشرف لينا بقى وقبها ان صوره طرح تكون يعني ان شاء الله من غير مقاطعه، والف مبروك مقدما. والحساب اللي تطلبه تؤمر. ما فيش فرق يا حبيبي. ربنا يخليك لنا يا حاج اسناوي، وما يحرمناش منك، متشكرين قوي. مش عايزين نعيد المشهد تاني عشان ما عندناش اكل تاني. والساده الممثلين الكفار يركزوا شويه وياكلوا بنهم وشراهه عشان نخلص ونخلص المشهد ده من اول مره، عشان نروح عشان اتخنقت. يلا سكوت، هنصور. 25 واحده اول مره. اكشن. يا ساده قريش، ماذا نصنع بمحمد؟ نقتله. وكيف نقتله ولو اهل وعشيره؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ نظلمه بالسيف. لا يا راعي، استعد. أجيب لك واحدة كمان؟ بس الفخدة دي مش حاجة هينة، عشان الحموضة. عشان تضيع الحموضة يعني؟ صدق بالله أنا الحموضة دي على قلبي زي العسل. بس بسم الله ما شاء الله عليك، الفخدة في إيدك كانت خف الريشة. على فكرة أنا كنت فاهم من الأول. أنا بيني وبينك عرفت إن أبو جهل عامل وليمة للكفار، قلت مش ممكن تفوتني. أنا حسيت بكده، قلت لا يمكن يبقى كافر على الفاضي. صدق بالله. لا إله إلا الله. أنا بحلم بالوليمة دي من 15 سنة. 15 سنة؟ 15 سنة بحلم بالوليمة دي، بحلم بإن يبقى في إيدي بهبرة لحمة، فخدة، زمت، سمانة، حاجات اللي زي حالاتنا ما بيشوفوهاش لا في أعياد ولا في حتى في مواسم. وسحنتي اللي أنت شايفها دي مخليها الناس شايفاني على إني غلبان وعلى قد عالي. عمرهم ما فكروا يجيبوني كومبارس في حفلة خمس نجوم مثلا، كبير قهوة أو تخشيبة بوظة، ولما الحكاية يضربها الدم قوي يبقى محل كشري.
واول ما وصلني بقى ان ابو جهل عزم الكفار على الوليمه دي قلت كافر كافر، انا عاوز ابقى كافر بقى. ايوه انا كافر. اجيب لك شاي؟ هعمل معاك شغل كويس على فكره، عشان يعني انت راجل عسل ودغري على فكره، وان شاء الله ربنا يكرمك. انا اسمع برضو ان فخد حلل هالشاي. هات شاي.